بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحدثكم أستاذ مساعد دكتور حسن سمير عبد الله، جامعة تكنولوجية قسم علوم الحاسوب، مدرس مادة طرق بحث ذكية المرحلة الرابعة فرع البرامجيات الكورس الثاني. اليوم محاضرة كنا نكمل الجزء الثاني من موضوع Knowledge Representation اللي أخذنا الجزء الأول مالته بالمحاضرة المضت. قلنا وصلنا للمقطع الرابع أو الجزء الرابع من تسلسل المواضيع اللي هو The Predicate Calculus، تحديدا Predicate Logic، صيغة Predicate Logic في عملية تمثيل المعرفة. بهذا الموضوع أو هذه الطريقة حتكون عندنا مجموعة من الجمل باللغة الطبيعية Natural Language، يعني اللغة الطبيعية اللغة العربية اللغة الإنجليزية، بس إنها تحديدا طبعا اللغة الإنجليزية، وشون عملية تحويل هذا الجمل اللي بصيغة جمل طبيعية بصيغة باستخدام طريقة البريديكات لوجيك إلى صيغة لتمثيل هذه المعرفة. طبعا نعتبر هذه الجمل اللي باللغة الإنجليزية اسمها اللغة الطبيعية Natural Language، نعتبرها Knowledge Base، عبارة عن Knowledge Base. هذه Knowledge Base شون نقدر نتوصل منها إلى أنه هي عبارة عن Fact و Rules، ونحولها بصيغة طريقة البريديكات لوجيك، نحولها إلى طريقة لتمثيل المعرفة باستخدام البريديكات لوجيك تكون مفهومة للحاسبة أكثر مما هو للإنسان. طبعا المفهوم الإنساني اللغة هاي طبيعية. خلنا نأخذ أمثلة ونشوف. الجملة الأولى: If it does not rain tomorrow, Tom will go to the mountains. هذه جملة باللغة الإنجليزية اللغة الطبيعية اللي مفهومة إن كبشر. شو أنا أقدر أحولها إلى صيغة باستخدام الـ predicate logic تحديدا لأن هي طريقتنا اليوم. شو أنا أحولها صيغة تكون أكثر فهما للحاسبة، مو صيغة مفهومة للحاسبة، لا أكثر فهما للحاسبة منها الإنسان، يعني مو بصيغة لغة برمجية، لا مرحلة وسطية يعني تحتاج إلى كودينج على ما تتحول إلى صيغة برمجية. فنشوف شلون تحول. قبل كل شيء إحنا قلنا knowledge base عبارة عن fact و rules. شلون أقدر أميز إنه هذه الجملة عبارة عن fact أو facts أكثر من fact، وشلون هي rule؟ rule هي هاي مثل هاي الصيغة اللي تحوي صيغة if. طيب إذا ما حملت صيغة if هل معناها هي مو rule؟ لا. من معنى الجملة؟ ركزوا يا طلاب، من معنى الجملة أقدر أستنتج إنه هذه الرول هذه أو هذه الجملة هل هي رول لو فاكت؟ ضروري جدا معنى الجملة يعبر عنها إذا كانت رول أو فاكت أو أكثر من فاكت. شلون؟ خلينا نشوف. هذه مبينة من صيغة إف، ما دام أكو إف إذا أكو فعل الشرط اللي هو هذا، بعد الفارزة جواب الشرط انتهي من عدل. جملة إف ما بيها أي إشكال، فعل الشرط هو الكونديشن، جواب الشرط هو الكونكلوجن. شوفوا if it هو الوذر، لأن نقول does not rain، منو rain؟ الوذر. فتعبير عن it weather، not هاي اللي قلنا عليها negation، طبعا if ما تكتب الكونديشن قبل هاي قبل هاي العلامة اللي يؤدي له. if not weather rain tomorrow، rain tomorrow هذا نسميه predicate، ليس مطريقة بريديكيت لوجيك، لأنه هذه بريديكيت، هذا كله بريديكيت، هذا اسم البريديكيت وهذا الأوبجكت مال البريديكيت، فالأوبجكت رين تومورو اسم البريديكيت وذر. شلون نقري؟ إف طبعا ما تكتب، الإف ما تكتب، إف نوت الوذر نوت رين تومورو ذين يؤدي إلى توم جو ماونتينز. حتقول ليش الجو برا خارج البريد اسم صار اسم البريديكيت هو الأول جو ومو توم والماونتينز، لأنه توم والماونتينز هما الأوبجكت، ما ممكن يكون توم اسم الأوبجكت ولا الماونتينز. حتقول شلون نعرف؟ الجو هو اللي يربط بين التوم والماونتينز، توم هو اللي حيكون حيذهب للماونتينز هو جو، إذا اللي يربط بين التوم والماونتينز بين التوم والجبال هو الجو، فالجو هو يكون اسم البرتيكيت. ناخذ جملة وتتوضع بعد أكثر. إما إز أ دوبرمان بنشر and a good dog. هذه ما من أجي أعبر عنها ترهم if then من صياغة الجملة ما ترهم if then، بس مجرد معلومات بسيطة، ومعلومات بسيطة بيناتهم and، يعني fact مربوطة fact. لحظة، هاي الفاكت الأولى أما لأن object هو good dog and أما is a doberman، خلاص تو فاكت تربط معناتهم أنت. هذه الأنت اللي قلناها سابق محاضرة سابقة، هذه أنت تعبير عن أنت، فهذه
and هذه، هذا الاوبجكت عفوا هذا البريديكيت and هذا البريديكيت. بس اكو ملاحظه، لو تلاحظون قدمت الجود دوغ اللي هاي بعد الاند على هذه، انا تكسرت اقدمها ليش؟ على مود اقول لكم انه بالاند اذا كانت فقط فاكت مربوطه باند فقط بدون يؤدي الى، فقط ركزوا جاي فقط اند عباره عن بريديكيت اند بريديكيت، ممكن اقدم واخر ماكو مشكله. مثل ما نقول 3 في 5 هي نفسها 5 في 3، بس حقيقه الاصح انه شنو اكتب هذه اول شيء، هذه بعدين اند هذه، يعني هذا يصير البريديكيت الاول، هذا البريديكيت الثاني، البريديكيت الثاني وبيناتهم الاند. بس انا كتبت ايش؟ انا اقول لكم انه اذا يتقدم ويتاخر بين الفاكت اللي بيناتهم اند او اور فقط، ممكن اقدم واخر بيناتهم ماكو مشكله، بس الاصح طلاب فهموني هذا يتقدم على هذا وهذا يجيب مكان هذا، يعني اسوي سواب بيناتهم. الجمله الثالثه، all basketball players are tall، all basketball players are tall، هذه مو فاكت، هذه rules. ليش؟ لانه لو نجي نجزء هاي الجمله او نجي نحللها هاي الجمله، انه لازم لاعب كره السله يكون tall. طيب واذا مو طول ما يكون لاعب، اذا من شروط كره السله انه اذا اكو، شوفوا بقى حقول اذا، طبعا هي ماكو اذا بس انا تحليلي له، اذا اكو لاعب كره السله فهو اكيد طول لانه ما تقبل غلط. فاذا لحظه، for all x، ليش لان هي all، for all x هذه for all، انها المحاضره السابقه هذا معناها for all، for all x then all، اكو x هو basketball player، ليش x؟ لان ما حدد من هو، ما قال جون توم، كل all basketball players، فx شنو هو؟ هو basketball player، يؤدي إلى هذا الx هو tall، هذا الx هو tall، فالx هو الobject، من هو الobject؟ أي شخص، جون، توم، بوب، أي أحد يكون هو الobject داخل predicate، وتكون هذه عبارة عن rule. الرابعة، some people like anchovies، some people like، لاحظوا شلون، some people there exist x، يوجد على الأقل x، some people مو all، عكس ديجي. يوجد على الأقل، هاي هذا التعبير there exist اللي قلناه المحاضرة اللي فاتت، يوجد على الأقل X، من هو هذا الX؟ person، and هذا الX like anchovies، تعبير منطقي عن الجملة. هاي التعابير تكون في صيغة وسطية اللي تنقل الحالة أو knowledge base من صيغة natural language إلى صيغة نسميها predicate logic، أكثر فهما للحاسبة من الإنسان. نجي على الجملة الخامسة، if wishes were horses beggars would ride. طبعا مناسبة هذه الأمثلة مثل ما موجودة بالكتاب، المصدر نعتمد عليه، يعني هاي الأمثلة مو من عندي، هذه عم ليش يقولون اما ودوغ و some people like كذا او basketball players، ترى هذه الأمثلة مثل ما موجودة بالمصدر اللي هو المصدر اللي نعتمد عليه بمحاضراتنا، يعني مصدر اللي هو الكتاب الأساسي المنهجي اللي نعتمد عليه محاضراتنا، فمثل ما موجودة بنفس الاكزامبل جبتها يعني ما غيرت عليها. ما دام اف فخلص هذه هي رول. لحظة، اف ما تكتب، ما تكتب wishes equal to horses، حتى الايكوال من جبناها اي اسم بريديكيت، اي اسم، لانه وير اقدر استخدم وير بوكان، اوكي حط وير بوكان، وير يجي هنا فwishes where wishes horses يؤدي الى بيجرز رايت او رايت بيجرز. النقطة السادسة، الجملة السادسة، nobody likes taxes، ماكو شخص يحب الضرائب. nobody، ما دام nobody there exist على الأقل، بس شنو no ولا واحد، على الأقل ولا واحد، طيب معناها شيء nobody يعني ولا واحد، فشلون أعبر عنه؟ ما أقول for all، لا أقول على الأقل واحد بس ولا واحد، نفي x، ولا على الاقل ولا واحد اكس، ولا واحد اكس، هذا الاكس اش بي؟ لايك تاكسس. زين نجي هسه مثال كامل، هذا مثال كامل، all people who are not poor and smart and are smart are happy، اي هابي مو هابي عفوا، هذه اي 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 هابي، those people who read are not stupid، John can read and is wealthy، happy people have exciting life، Can anyone be found with an exciting life؟ هذا لازم ان عبر عنها. طيب عدلنا الى هذه، نجي شلون نمثل هاي الجمل باستخدام البريديكيت لوجيك. جمله وين تبدي من هنا وتخلص هنا، اذا امثل هاي الجمله، نجي all people who are not poor and smart are happy،
يعني all for all x. هاي for all x شبيهة all people who are not poor. not poor هذا الx, not poor الx, and smart الx نفس الx اللي احكي عنه يؤدي الى happy x. لو تلاحظوا هسه نجي نرجع الجملة, خلينا نجي هنا شوفوا all people who are not poor and are smart are happy. شوفوا يعني يعني all x ما دام هي all, not poor هذا الx, and يعني الاند smart الx فيؤدي الى happy x. نجي على الجملة الثانية those people, من هم those؟ نفسهم ال all, ما دام يقول those فمعناها بجملة ثانية هم بها all. those people اللي هم ال all قبل شوي قلنا بالجملة الأولى نفسهم ال all who read are not stupid. يعني كل واحد read يقرأ يؤدي إلى not stupid. إذن هذه جملة رول مو فاكت. لاحظوا for all y إذا ال y read يؤدي إلى not stupid ال y. for all y الواي ريد الواي يؤدي الى نوت ستيوبيد الواي. هذه ممكن نعبرها بتعبير اخر, شنو هو شلون يصير انتبهوا عليه. فور اول واي اذا يريد الواي فيؤدي الى سمارت الواي. شنو الفرق؟ نوت ستيوبيد معناه سمارت. ليش؟ لان يعني بالجمله الاولى استخدمنا سمارت فيقول توحيد الصفات افضل من ما تكون الصفات متناقضه. يعني مثلا من اقول عندي فشي بيج وسمول, اذا استخدمت بيج من يجيني سمول شو اقول؟ أقول not big. وإذا استخدمت small من يجيني big أقول not small. على مود أستخدم لو small لو big واحدة منهن. يجيني small أقول small, يجيني big أقول not small. على مود ليس يتناقض بالصفات. فهذه صح وهذه صح. بس يفضل هاي ليش؟ لأن بأول جملة استخدمت smart, بالجملة الثانية من يجيني not stupid أقول smart. إذا جت stupid وحدها بدون not أقول not smart. كلام واضح إن شاء الله. الجملة الثالثة. تأسف. John can read and is wealthy. John can read and is wealthy. هذه مبينة فاكت. John read wealthy اللي هو هم John. بيناتهم and بكل بساطة يعني. John read and John wealthy. كنا دائما بداخل البريديكيت object اسم شخص اسم شيء classroom mountains قبل شيء مثل قلنا taxes x. خارج اسم البريديكيت يكون باسم الفعل أو باسم الصفة. John read and wealthy John. هذه fact and fact. هذه همين علم نتكافئ. شوفوا wealthy معناها ثري. بالجملة الأولى شو استخدمت ثاني؟ استخدمت not poor. فإذا لو استخدم poor لو wealthy. من يجي العكس مالتها أخلي له not. فأنا بما أنه wealthy شو حصير بعو؟ read John and not poor John. بما أنه wealthy not poor poor John. الجملة الرابعة happy people have exciting life. هذه جملة رول, طبعا رول happy إذا if أكو شخص happy فيؤدي إلى exciting life. هذا لك شوفوا for all that أي that هو happy يؤدي إلى exciting للذات. هذا حتى السؤال هم نقدر نمثله. لاحظوا can anyone be found with an exciting life. can anyone be found with an exciting life يعني خلينا نجيب بس نطلع الجملة على مود تكون قدامنا. كان anyone, كان anyone هل يوجد على الأقل واحد exciting life؟ هذا باللغة العربية بنترجمها هل يوجد على الأقل شخص with an exciting life؟ إذن there exists W exciting W. انتهى الموضوع. مثلنا طلاب عندكم homework حاليا, طبعا حاليا عملي ما عندنا homework لأن بعد ما ماخذين برامج إن شاء الله من اللي بناخذ برامج أو خوارزميات نعطيكم homework على مود يخص التقييم العملي. هذه مداخلة على متفوشون التقييمات. هذا الهوم وورك شو يخص؟ يخص التقييم للكورس بصورة عامة. إذا الهوم وورك خلينا شوي نسولف على الهوم وورك. الهوم وورك من يكون مادة نظرية فهو يعتبر الهوم وورك تقييم للمادة العمل النظرية. يعني تقييم الكورس. من اكو بها تصير عندنا برامج واطلب طلبات معينة ان شاء الله تكون بسيطة عليكم كبرامج يكون تقييم للعملي. بس ارجع واقول الهوم وورك كله ينجمع الى ان اطلب اني قبل نهايه الكورس بفتره اسبوعين او اكثر او اقل او 10 ايام ودزوا لي كله فايل واحد مو فايلات مجزئه. فايل واحد مثلا فلان يدز لي الهوم وورك الاول اللي هو هذا, هوم وورك الثاني الثالث نظري وعملي بفايل واحد دزوا لي. فهذا عندكم هوم وورك نفس كمان قبل شويه شلون هذا الباراجراف هذا سويناه. باراجراف ثاني حاولوا تسووه مثل
استعينوا بالقبلة شلون سوينا وسووا على مود يكون تمرين لكم. هذا نفس ذاك القبلة، بس طبعا تختلف النولج بيس تختلف. النوع الأخير بالنولج برزنتيشن اللي حنستعرضه اليوم اللي هو conceptual graph network language. خلنا نرجع شوية للمحاضرة مال الأسبوع المحاضرة فات عفوا المحاضرة اللي فاتت knowledge presentation، تذكرون قلنا أكو نوع يسموه ثالث network representation اللي هو knowledge يكون as a graph. تمام، هو هذا النوع مال اليوم إن شاء الله. الطريقة مال اليوم هي هذه conceptual graph، هو اسمه graph conceptual graph network language. هذا تمثيل يكون على شكل graph، على شكل graph. مثال، هذا كمثال dog color brown، هذه حقيقة الكلر مال الدوغ براون. وثما قلت لكم هاي الأمثلة ترى مثل ما موجودة بالكتاب، يعني ما داجب أمثلة من عندي، أمثلة الكتاب dog color brown. شوفوا هذا النوع من الـ conceptual graph يحتوي على نوعين من هذان الرموز او هذان الاشكال. هذا الشكل المستطيل والشكل البيضوي. الشكل المستطيل يمثل الاوبجكت والبيضوي يمثل الريليشن العلاقه اللي تربط بين تو اوبجكت. دائما البيضوي ريليشن وتربط بين تو اوبجكت. الاوبجكت هو عباره عن شكل مستطيل مع ملاحظه، ما يجوز يجي اوبجكت مباشره اوبجكت وراه، لازم اكو ريليشن بيناتهم، ولا ريليشن وبعدها ريليشن، لازم اكو اوبجكت بيناتهم. يعني بتعبير اخر ما يرتبط اوبجكت باوبجكت مباشره، ولا يرتبط ريليشن بريليشن مباشره، ما يصير. طيب اذا دوغ اوبجكت كلر ريليشن ويا من ويا نوع الكلر البراون. الجمله الثانيه تشايلد البيرنتس مالته ريليشن تربطه بالبيرنت فادر ماذر. يعني لو نجيب لو نشيل هاي النص هاي لو نشيلها اكو عندي فادر ماذر واكو عندي شايلد، شنو الربط اللي بيناتهم؟ ريليشن هي البيرنت. ارجع على هذا اشيل الكلر لو اعتبره ماكو، اكو دوغ واكو براون، شنو العلاقه بين الدوغ والبراون؟ كلر. بالضبط هيك تعمل. نجي ناخذ مثال اخر، لحظه هذا المثال شوفوا، خلينا نقرا المثال جوا. graph of Mary gave John the book، هاي جملة Mary gave John the book. شو نمثلها بصيغة الconceptual graph. conceptual graph اللي هو network representation. اوكي شو نمثلها هاي الجملة اللي هي Mary gave John the book. طلاب ال gave الفعل هو محور الكلام، هذا ال gave هي يعني او gave هذا. طيب من اللي قام بالعمل؟ الagent الفاعل person. من هو البيرسون؟ ماري. بيرسون ماري. دائما الجملة لما تكون بها فعل، الفعل هو محور الكلام، يكون الأوبجكت الرئيسي. أعيد، الأوبجكت الرئيسي، فالجيف هو الأوبجكت الرئيسي. من الأيجنت؟ أيجنت معناه فعل. من اللي قام بالفعل؟ بيرسون ماري. من هو الأوبجكت؟ الأوبجكت من هو؟ هو البوك. ماري نطت كتاب جون. الأوبجكت اللي نطته جون بوك. طيب من هو المستفيد من الجملة؟ بيرسون اسمه جون. لاحظوا object relation object object relation object object relation object. مثال آخر، مثال آخر the conceptual graph of منو؟ هذا نفسه قبل شوي اللي قلناه، قبل شوي تذكروا مال إيما. dog name إيما is brown. the dog named The dog named Emma is brown. الدوغ اللي اسمه Emma هو براون، جوزي. لاحظوا الكلر هو ريليشن. شوفوا اكو دوغ من هو؟ نقطتين Emma. الكلر مالته براون، تقريبا نفس هاي الاولى، بس الاولى شنو فرقها؟ كانت كان دوغ بصوره عامه، ما نعطي اسم. هنا نعطي اسم هنا، فدوغ اللي هو اسمه Emma كلر مالته براون. نجي على جملة أخرى، هذا شوفوا هذا نفس الفوق بس الدوغ ما عنده اسم، فلو لو ينكتب مثل هاي هذه لو يفضل شنو؟
يفضل انه يقول يابا اكو شنو فالدوغ هاش مات الكود 1352 الكلر مات براون، يعني في التعبير مو فد فشي مشكله. طيب شوفوا هذا conceptual graph indicating that a dog named Emma is brown. شوفوا هذا نفس هذا، شوفوا هذا نفس هذا، بس شويه حيسوي الconceptual graph. شوفوا لاحظوا نفس الجمله، نفس الجمله dog named Emma is brown نفسه، ولا عفوا هذا نفس هذا، بس انا شويه حيسوي الconceptual graph مالته شويه اكثر دقه اكثر تفصيل. لاحظوا dog اللي هو الكود مالته كذا، الكلر مالته براون، النيم مالته ايمي، فكأنه دمج هذا ويا هذا الاثنين دمجهم، هذا الكود مالته كلر مالته براون، دوغ الكود تخيلوا يعني دوغ عنده كود على قولة عاد الإمام ولي كلابي حظوظ، دوغ هاش 1352 يؤدي إلى كلر، الكلر مالته براون، النيم مالته ايمي، يعني كأنه دمج بين هذول الاثنين بحيث يسوي في التفصيل أكثر دقة. Object relation object object relation object. نجي على المثال الآخر، طبعا أرجع أقول هاي الأمثلة مال الكتاب. The dog scratches its ear with its paw. الكلب يعني معناها يحك إذنه بالخف مالته paw. المحور مال الكلام scratches، قلنا الفعل هي أنا. شوف سكراتش من هو سكراتش؟ فد ايجنت دوغ، الايجنت هو عبارة عن دوغ اكس اما ولا اي شيء ولا خلو كود خلو نيم كيفكم. الاوبجكت اللي مسؤول عن عمل سكراتشنج او الاوبجكت اللي راح يصير سكراتشنج يعني اللي هو الاذن اير اوف دوغ بارت، هاي الاذن مين بارت؟ بارت اوف dog x. زين أداة الفعل scratch، أداة الفعل instrument paw اللي يهمنا part من الدوغ، scratch agent dog object air part من الدوغ، instrument part الباو وهو part من الدوغ. لو تلاحظون object relation object object relation object relation object object relation object relation اللي ما افتهمها حايده من جديد. سكراتش محور الكلام، من هو اللي قام بالفعل سكراتش؟ الدوغ الايجنت دوغ. طيب شنو الاوبجكت اللي سوى بيه سكراتشنج او اللي صار له عليه سكراتشنج؟ شنو هو الاوبجكت اللي صار عليه يعني هو ما شويه شوف الجمله شويه سكراتش يحك ايش حك؟ شنو اللي حك شو اسمه للدوغ؟ اذن الدوغ. فالاوبجكت الاذن اللي هي شنو الاذن؟ بارت اوف جزء من الدوغ، منطقيه. شنو اداه الفعل؟ شلون يحك اذنه؟ بالباو بالخف مالته يعني الاعضاء الاماميه مالته يعني اليدين، مو يدين هو اربع جهات اربع يدين يسموه شو يسموه يسموه بكيفكم، فيسموه الباو الاجزاء الاماميه مال الكلب يسموها باو بارت اوف دوغ اكس. اوكي بارت اوف الاكس او يعني ما اللي هي بالحك برجل الاماميه برجل الخلفيه ما اعرف يعني ما مركز انا اسف. المهم انسترومنت سكراتش انسترومنت الباو اداه الفعل مال سكراتش هو الباو بارت اوف اكس. مثال اخر شوفنا showing the use of propositional concept figure 19 آخر مثالين. نعم آخر مثال شوفوا هاي شوية المثال شوية يعني Tom believe that Jane likes pizza. شوفوا أكو جملة أكو بالجملة فعلين believe ولike، كل واحد نسوي واحد وبعدين نربطهم، خلينا نسوي like. شوفوا like هذا like person agent like. اوكي من هو اللايك؟ فد ايجنت، من هو الايجنت؟ جين. شوفوا جين لايك بيزا، اذا لايك ايجنت بيزا. الاوبجكت شنو؟ عفوا
لايك ايجنت بيرسون هو جين مو بيز عفوا متاسف اعيد لايكس هو محور الكلام الايجنت من هو اللي الفاعل مال الفعل بيرسون من هو البيرسون جين هي يعني ده مثل هذا ما بعد الذات الاوبجكت هو البيزا يعني الاوبجكت اللي لايك بيزا بعدين خرج على اولى توم بليف هي يعني بليف هي يعني من هو توم بيرسون تقدرون تكتبون اكسبيرينسر او تكتبون ايجنت 2 هذا ايجنت هذا ايجنت 2 الفاعل الاول والفاعل الثاني ماكو مشكله يعني هذه مو فد شيء اكسبيرينسر اخاف يعني تفاجئون شنو هاي من جتي لا ممكن تكتب ايجنت 2 هذا الايجنت الاول مال الجم مال الفعل لايك الايجنت مال بليف هو هذا اكتب ايجنت 2 وانتهى الموضوع فبيرسون اللي اسمه توم ايجنت 2 مثلا بوكان هاي اذا انتم تكتبون ايجنت 2 بليف بليف وات توم بليف وات توم بليف كل هاي الجمله توم بليف ذات شنو كل هاي الجمله فشي يصير هاي الجمله كلها يسويها اوبجكت لاحظوا مستطيل يعتبرها كلها اوبجكت بحد ذاته ويربطها بهذا الاوبجكت يربط هذا طبعا مو اوبجكت معناه اوبجكت سوي ريليشن كتبوا ريليشن بوكان هاي واضح هذا الجمله الثانيه اللي بعد الذات ورا ما مثلتها ورا ما خلصت اعتبرها كلها اوبجكت يعني احوطها بشكل مستطيل واعتبرها كلها اوبجكت واربطها بريليشن هاي ريليشن اسمها اوبجكت هي ريليشن اسمها اوبجكت عمليه تخربطكم تغيروها تسووها ريليشن بوكان اوبجكت سموها ريليشن وهذا سموه ايجنت انتهى الموضوع اخر جمله there are no pink dogs اكيد ماكو دوغ لونه وردي فش يصير تبع عليه انا امثل المثبت اقول دوغ كلر بينك مثل قبل شوي يمكن نقول دوغ كلر براون اللي تغير فقط البينك دوغ الكلر مالته بينك بس هذا خطا ماكو دوغ الكلر مالته بينك اعتبرها كلها اوبجكت اعطيه بشكل مربع اسميه بروبوزيشن واعطيه نيجيشن يعني نوت وانتهى الموضوع تعيد dog color pink هذا جملة بس من الطل مثبتة غير صحيحة ماكو dog color مات pink هو ده يقول لي there are no pink dogs هو ده يقول لي يعني بجملة أحوطها كلها خليها تصير عبارة عن object أسمي الobject هذا أسميه proposition و أعطي negation طبعا negation دائما تكون relation negation عمرها ما تكون object دائما تكون relation negation تمام نفس هنا نشوف نرجع على جملة هذا كله معتبرته object سميته proposition لازم عندي اسم الاوبجكت لازم عندي اسم فهذا الاوبجكت كله اللي ما بعد الذات هذا جين لايك بيزا اعتبرته كله اوبجكت سميته بروبوزيشن ربطته بريليشن قلنا حنسميها ريليشن مو اوبجكت هذا ايجنت 2 هوم ورك عندكم هذه هذا الهوم ورك الثاني عندكم هذه مجموعه من الجمل اريد تمثلوها بهاي الطريقه طبعا ضمن اضافه للهوم ورك الاول مثلوا بهاي الطريقه تمام طريقة الكونسبتشوال جراف أنا قاعد لكم كونسبتشوال جراف الجملة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ومن ضمن الهومورك هذا ما عندنا لهذه المحاضرة دمتم في أمان الله.